Madame, la multinationale suédoise de produits cosmétiques Trademelkom, belle et naturelle. Oriflame, vos rêves, notre inspiration. Belle et naturelle. Oriflame, اليوم البنات باش تدللنا بحاجة أنا واحدة من الناس ياسر ياسر مغرومة بها الحكاية اللي هما الكريم بور لو كور وخاصة خاصة الكريم هذه بوسيس كريم هي معناها كريمة كما قلنا للبدن من أروع ما يكون متاع أوريفلام ريحتها ياسر بنينة ومستوحاة بطبيعة الحال تعرفوا الأسطورة كليوباترا إلهة الإغراء ريحتها كمغرية وهذه بطبيعة الحال راجع للزهرة هذه المستخرجين منها الريحة هذه والبخفان هذه زهرة اسمها يلانج 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 كيفاش كيفاش عنجلانج زهرة يلانج يلانج هذه الروح متاحة معروفة برشا الوردة هذه هي صفرة ووردة الميزة متاحة أن يتهدي وتريح دونك هي المستخرجة منها الليسانس الروح نتاع الكريمة هذه من الوردة هذه والقام هذه بطبيعة الحال اللي هي البوسيس كريم فيها بارفان زيدا دونك الكريمة هذه نتاع البدن تنجم تعوض حتى البارفان بارفومي بارفومي على الاخر والريحة نتاعها تشد مدة طويلة البارفان زاد بنينة برشا بيان سور اذا كان نحبوا نقويوا الريحة باش نستعملوا البوسيس كريم اللي هي باش نعملوها على البدن ونستعملوا معها البارفان اللي هي فيها 250 مليليتر معناها كمية باهية او دو تواليت معناتها والكريمة هذه كما قلت لكم بارفومي على الاخر وحدها راه من غير حتى البارفان اما اذا كان نحبوا نقويوا الريحه باش يكونوا الاثنين مع بعضهم اما الكريم وحدها كافيه باش تكون بدنك معناها البوم تاعك يدغاتي وفي نفس الوقت بارفومي ومزيانه على الاخر على الاخر وانا نراها ديما الكريمه تاع البدن حاجه هامه ياسر بعد الدوش خاصه تلقى روحك هكا ريحتك كي ورده اليلانج يلانج فوالا هذه الاقتراح اليوم نتاع اوريفلام باهي نرجس باش نسالك سؤال صغير بالكل وانت ربحه في جميع الحالات الكريم بور لو كور لشنو تصلح باهي سمي لي حتى حاجتي نتا فوح وترتب وتقوي ريحه البارفان يا ماما هكاكا وهما بالحق سختو هذه اللي حكينا عليها اليوم بوسس بالحق حلوه ياسر ياسر هي الزهره هذيك طبعتها اللي هي من الفراعنه وحسينا طبعتها يلانج يلانج مبروك عليك اللوم من عند اوغي فلام مبروك عليك يا نرجس واللودة يخفي ومحليكم الكل يعيشك ميرسي اللو زاد فيه الكريم هي هذه اللي حكينا عليها بوسس وفيها زاد بارفان وفيها جيل نتويون وفيها هذايا جيل كريم هي ياسر زاد كيف كيف بلاليوفيرا فيها حسيل لو هي ياسر من عند اوغي فلام مبروك عليك يا نرجس